في صحيفة ماركا الإسبانية نقرأ: بنزيما يتألق في البرنابيو ويتجاوز رقم دي ستيفانو. الصحيفة عادت للمباراة التي جمعت حامل لقب ريال مدريد وضيفه بروسيا دورتموند، مشيدة بالنجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثنائية قبل أن يترك مكانه لزميله موراتا العائد من الإصابة. وأضافت الصحيفة أن كريم سجل هدفه 50 في أعرق المسابقات الأوروبية متجاوزا دي ستيفانو بهدف واحد. في إسبانيا دائما اشترت صحيفة سبورت رسما كاريكاتوريا للاعب برشلونة أردا توران. الدولي التركي ظهر في هذا الرسم وهو يحتفل بالهاتريك الذي سجله في المباراة التي جمعت فريقه مع بروسيا مونشنغلادباخ في أعرق المسابقات الأوروبية دوري الأبطال، وهو يقول: ارتكبت خطأ كلفنا هدفا في الكلاسيكو، لكنني أعتبر الثلاثية التي سجلتها بمثابة اعتذار للجماهير الكاتالونية. نهاية فقرة الصحافة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة من جديد إلى أروى.